السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا اليوم أجواء شديدة الحرارة، تجاوزت درجات الحرارة 47 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد. أما بالنسبة للأجواء بالليل راح تكون أجواء معتدلة على المناطق الغربية والمناطق الزراعية وحارة في بعض المناطق السكنية. أما بالنسبة للأجواء بشكل عام في مدينة الكويت في هذه الساعة، سماء صحو، الرياح شمالية غربية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 46 درجة مئوية، الأجواء جافة، نسبة رطوبة 6% الآن، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. أما بالنسبة للطقس المتوقع في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله، أجواء تميل إلى الاعتدال خاصة في المناطق الغربية من دولة الكويت، الرياح شمالية غربية سرعتها 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة المتوقعة في منطقتي شقايا والسالمي 34 درجة مئوية، المناطق الوسطى والمناطق الساحلية متفاوتة ما بين 36 و 37 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من نهار يوم الغد ودرجات الحرارة الصغرى متوقعة في نهار يوم غد السبت تتفاوت من 30 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت، مناطق الوسطى وكذلك الساحلية متفاوتة ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية. الرياح في بداية اليوم راح تكون رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة، قد تنشط على فترات خاصة في منتصف النهار إلى ساعات النهار الأخيرة، متوقع أن تثير الغبار خاصة على بعض المناطق الغربية والمناطق الصحراوية من دولة الكويت. درجات الحرارة العظمى في يوم غدا تتفاوت ما بين 43 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت، مناطق الوسطى والساحلية 49 إلى 48 درجة مئوية مع أجواء مغبرة على بعض المناطق المكشوفة. أما بالنسبة للأجواء البحرية أعزائي المشاهدين، المتوقع خلال 24 ساعة القادمة أجواء معتدلة، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، التيارات المائية لا تزال خفيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:21، موعد شروق الشمس الساعة 4:55، موعد أذان المغرب الساعة 6:51. أما بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة في نهار يوم غدا السبت مغبرة على المناطق الغربية، تستمر الأجواء المغبرة يوم الأحد والاثنين، غبار خفيف على بعض المناطق تتركز خاصة على المناطق المكشوفة والمناطق الصحراوية من دولة الكويت، وذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتر في الساعة. استمرار في الرياح الشمالية الغربية حتى نهاية هذا الأسبوع معتدلة السرعة بشكل عام، درجات الحرارة متفاوتة ما بين 48 ودرجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة وناخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.